بعد شوي رح ينادوا على رحلتنا. خليني سكر الموبايل. هذا عمر. أهلين عمر. إيه ليكنا بالمطار، رحلتنا بعد شوي. في تطورات جديدة حبيت خبرك عنها. مثل شو؟ تقرير المعمل الجنائي طلع من شوي. لما راحوا لمكان الحادث لقوا أثر أقدام حدا غير كريم. شو عم تحكي؟ شو عم بيقول؟ لسه التقرير في كذا نقطة مهمين غير هي كمان. هاي خبرية بتجنن. المساويات بنحكي بالتفاصيل. هلا أنا رايح أقابل خبير المعمل الجنائي. ما بتعرف بجوز قادر أسحب منه شي كلمة. إيه ماشي ماشي، معناتها المسويات بشوفك على العشاء وبنحكي. ماشي، توصلوا بالسلامة. يلا موفقين إن شاء الله. ماشي أخي عمر، شكرا كتير لأنك بشرتني. اطمني فاطمة، صار في بصيص أمل ولو حتى صغير مشان براءته لكريم. شو صار معه لعمر؟ بس هي النتيجة الأولية مو أكيد. معلش بس اللي شو صار في تطورات؟ ملاقين أثار أقدام شخص ثالث بمكان الحادثة بنفس الليلة. هي خبرية منيحة. شايفة فاطمة؟ شكلنا مسكنا راس الخيط. الحمد لله. يلا امشي. وهون في شجرة. رسماته حلوينة. وهون في عشب. وهون شجرة. كريم صف سيارته هون، بعدين مشي باتجاه البحر، وحسب أقواله كان قاعد بهي القرنة. هون في حجرة كبيرة حد الشجرة. مزبوط، كان قاعد هون على الحجرة، وبعدين هو راجع ليركب سيارته التقى بمراد. مراد؟ بس عتمت الدنيا وقتها، لهيك كريم ما لمح إلا لما شغل الأضوية. ايه طيب، مراد إجا بسيارة؟ لا، هو كان رايح لهنيك مشي. تخانقوا هون، بعدين كريم رجع ركب بسيارته ورجع لورا. مبين من أثار دولي بالسيارة، كل هالشي مكتوب بملف التحقيق. ايه كمل. بعدين وهو ورايح دعس فرام هون. معناتها كان في هنيك سيارة مارقة لهيك اضطر يدعس فرام ليوقف. طيب والأثار التانية من وين بتبلش؟ من الناحية الغربية، يعني الأثار كانت جاية من هون. لا، جاي من البحر يعني؟ ايه، بتوصل لهون وبترد بترجع، بس بالرجعة اوضح. بجوز لما اجا كان عم يمشي شوي شوي وعلى مهله، ولما رجع اكيد كان عم يركض. ايه هالاحتمال وارد. يعني اجا على مركب ما؟ امل عملته ورد رجع بنفس المركب الحقير. ايه بس كريم ما جاب سير عن اي مركب او لانش. ايه لانه كان رح يسمع صوت المركب اكيد. بجوز ما سمع صوت المركب لانه كانوا عم يتخانقوا وما نوم منتبهين. وبجوز كاين هني وكريم ما حس بوجوده. بس كريم كان هنيك قبل ما تعتم الدنيا، يعني لو كان موجود كان لاحظ وجوده ولا شو؟ أنا كتير ارتحت هلأ، على القليلة في دليل بيثبت وجود حدا تاني بمكان الحادث. آثار الأقدام اللي هون مو كتير واضحة، وهالطريق ما حدا بيستخدمه أبدا، لهيك فينا نستفيد من هالدليل بجلسة المحكمة. طيب اللي ليش؟ بقضية فاطمة ما قدروا يلاقوا آثار رجليهم. الوضع كان غير هيك بقضية فاطمة. بيت رشدان قدروا يتخلصوا من كل الأدلة. أنا آسف بس معي حق ولا ما معي؟ إيه أخي معك حق. طيب وهلأ شو بدنا نعمل يعني؟ شو ممكن يطلع بإيدنا أستاذ؟ أنا كلفت فريق كامل مشان يستفسروا عن كل المراكب اللي هنيك، رح يشوفوا وين كانت كل المراكب بهديك الليلة. إن شاء الله بيلاقوا شي. أنا متفائلة، رح يمسكوا للمجرم ورح يطلعوا لكريم من الحبس. إن شاء الله رح نعمل جهدنا. وإمتى رح ترجع على إزمير أستاذ؟ على الأغلب بكرة. إيه كتير منيح. بكرة عندي كم شغلة هون بخلصهم وبطلع لهنيك فورا. بس جماعتك عم يتابعوا الموضوع ما؟ إيه أكيد رح يتابعوا البحث حتى بغيابي. أنا بلحق بالعطلة. ماشي أخي. خبر كريم مشان يرتاح شوي. ماشي، بكرة أول ما بوصل بخبره فورا. تصبحوا على خير. وانت من اهلي. يلا ميسرة. الف مبروك فاطمة. كلياتنا انبسطنا. ان شاء الله نقدر نستفيد من هالمعلومات وكريم يطلع من الحبس. الله يسمع منك. ولا شيء، بس البيت صار فيه حركة والمطبخ صار ينطبخ فيه
وصوت حدا عم يغني. هالشي بسطني كتير. رح ساوي شاي تشرب معنا؟ ايه طبعا بشرب. انا فايت على المكتب اشتغل شوي وبس جهز الشاي نادولي بيجي فورا. انا باخذ لك اياها. ما بدي اعزبك معي. عذاب شو؟ بلا مقلسة. بلا حسيدة ما شاء الله. الله يبسطكم كمان وكمان. آمين. فرحنا بخبرية كريم بس ما حدا اهتم بالتقرير. الكل شافوه ما هيك؟ ابنه للمع عيني. ايه عرفنا. شكرا إليك. عملت التحليل بالمخبر اللي حضرتك قلتي لي عليه. يعني مو حيالله مخبر؟ بظن هيك رح يرتاحوا الكل ما هيك؟ انا ما رح ارتاح ابنك. ما رح انسى اللي عملتيه فيني وما رح اغفر لك. مزبوط اللي ببطنك هو بيكون ابنه لاخي بس هذا الشيء ما بيغير موقفنا تجاهك. يعني ما رح تسامحيني ابدا؟ تخيل تتعاطفي معي بعد اللي صار معك. انت شو عم تخبصي وليه؟ لك كم مره وقفنا معك وسامحناكي وقلنا رح تعقل؟ ها قولي لي كم مره. وبكل مره بترجعي بتطعنيني بظهري وبدك ياني سامحك بعد كل يلي سويتيه فيني. قلت لك انا مستعده اشهد لصالحك. تشهدي ولا ما تشهدي ما عاد فرقت معي. حويناكي بهذا البيت بس مشان خاطر اخي مو مشان اي شيء ثاني. شو فاطمة؟ مو على اساس سكرنا القصة شو جد؟ مرتك اللي عم تحكي كأنه أنا الغلطانة بحقها، عاملة حالها هي البريئة وكأنه نحن اللي ظالمينها. خلص خلص، كنت متوقع إنه ما يمشي الحال. مشان الله. لا، بس يطلع كريم ننتقل من هون، من بكرة طالع يدور على شغل. لمعي، مشان الله ما تحكي هيك، بدك تزعلها لفاطمة منك؟ وهي زعلتني، شو ساوي؟ اترك ابني بالشارع يعني؟ يعني أنا هيك حكيت؟ خلص سكري على الموضوع، خلص، يلا. شو ساوي؟ موت لا ترتاحوا مني يعني؟ الله لا يقدر. بلكي إذا بدت ترتاحوا كلكن. بالله شوطني طلع المخلوقة. ما بتروح فرصة من إيدها. أنا خايفة يزعل مني أخي لمعي بسببها. وليش لا يزعل منك؟ ما هو بيعرفها منيح لمرته. وبيعرف طبعها كمان. ما عم بيقول بده يدور على شغل. أنا بحكي معه لا تاكلي هم.